الحديث عن الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ الشيخ يحيى السنبل، أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية. كيف تقرأ بداية هذا الصراع المتصاعد على رئاسة وعضوية مجلس المحافظات؟ عن أي مجلس محافظة تتحدث حضرتكم؟ نعم، نحن نتحدث عن صراع متصاعد على رئاسة وعضوية مجالس محافظات، يعني كثير من المجالس المحافظات التي أصبح فيها محافظين، وأيضا هناك محافظات بقيت شاغرة ولا يوجد بها لا يوجد بها رئيس مجلس محافظة. أخي الكريم، الصراع على عضوية مجالس المحافظات بشكل عام أو محاولة الحصول على منصب المحافظ هو من أجل الإثراء ومن أجل تمويل الحزب الذي يمثله هذا المحافظ، وخصوصا في بغداد الصراع أو وجود محافظين، وكل واحد يصل إلى هذا المنصب هو من أجل إغناء ميليشياته وحزبه بالاستمرار في طريق الاستحواذ من جراء هذه العملية السياسية العرجاء التي لم تقدم إلى البلد إلى حد الآن أي شيء يمكن أن يكون ديمقراطيا أو يعمل على إعادة إعمار وبناء هذه المدن. لم يكن هناك تنافسا شريفا بناء بغداد أو المحافظات الأخرى، إنما كان هو التنافس على أساس الاستحواذ على الأموال وعلى الثروات، وكل واحد وكل حزب يبحث عن الاستمرار خلال السيطرة على هذه الأموال لتمويل فعاليات سياسية والأشخاص القاعدين في هذا الحزب. نعم، كيف أثر الصراع على المواطن العراقي، لا سيما أن هناك حديث عن تزوير محتمل لانتخابات مجالس المحافظات؟ بالنسبة للمواطن العراقي في حالة يرثى، المدارس مدمرة، ما تنقله وسائل الإعلام أمام العالم لا وجود لشيء اسمه مستشفيات، لا وجود شيء اسمه تعليم، لا وجود انضباط. يبدو أن الاتصال قطع مع الشيخ يحيى سنبل، الأمين.